على قلنا الاهداف ديال الدوري والفرق المشاركه والظروف اللي تسيرات اللي درتوها وفرتوها من اجل النجاح النهائي. الاهداف ديال الدوري كما قلت لك استاذ هي انه نخلقوا واحد الروح كما قلنا ظروف الاستعدادات الاخوان ناضلوا من اجل تهيئ هذا الفضاء لهذا التظاهره الرياضيه اللي جمعت وليدات المدينه العرائش ككل. رغم ان الملعب ما كانش فيه حله ما كانش صالح لمزاوله الرياضه، لكن بالكفاح ديال مجموعه الاخوان استطاعوا باش يحولوا هذه المزبله الى ملعب يتباروا فيه الوليدات الصغار. بالنسبه للديمومه يعني واش عندكم شي استراتيجيه لتطوير هذا الدوري باش يفرض الوجود ديالي ويولي يعني يبقى يستمر وداك الشيء؟ الاتحاد الرياضي كتعمل هذه النسخه الثانيه، دارت النسخه الاولى اللي كانت هي الرياضه من اجل التنميه، اليوم كان الشعار ديال هذه التظاهره الثانيه هي فرحه الاطفال تجمعنا. ومازال حنايا مع هذه البدايه ما غاديش نوقفوا وغنخليوه دوري سنوي، والهدف حنايا هو التنقيب على هذه الوليدات ونديروا واحد الفريق موحد داخل هذا الحي الجديد. نعم. والرساله يمكن توجهها يعني لجميع الشركاء ديالكم يعني والجمعيات اللي كتساهم يعني في يعني في الشراكه معكم بالنسبه للجمعيات نادي الاتحاد الرياضي. نعم. الرساله ديالنا للجمعيات المنتميه للنواء ديال الاتحاد هي انها تهتم بالوليدات وتكون قريبه منهم، واي عز حنا مستعدين باش نمدوا يد المساعده لهم، والابواب ديالنا مفتوحه باش ينضموا لنا جمعيات اخرى. نعم. والحوافز اللي وفرتوها، الحوافز بالنسبه للدراري الصغار يعني جوابيز كما قلنا فرحه الاطفال تجمعنا، ضروري اننا نعملوا شي حاجه اللي تفرح الوليدات، فدرنا واحد المجموعه ديال كؤوس الفراق، ميداليات، جوائز تقديريه، واحد الجوائز اللي تكون تعطي واحد الفرحه للوليدات، وبعد الوليدات اللي مشاركين اليوم كلهم غيكونوا عندهم جوائز، ما غنخليوش شي واحد بلا جائزه.